جود تمام تمام. فتعاملنا مع الشركات اللي هي الماركت ميكر وطلبنا من عندهم الرخص يعني كأي شغل له علاقة بمصاري الغير بالذات موضوع حساس، فطلبنا ترخيص هذول الشركات وزودونا فيه مسجلين عند وزارة الصناعة والتجارة وإلهم يسموهم الغايات الشركة إدارة أموال الغير وفي عندهم كان كمان أوراق ثبوتية من السفارة الأمريكية ومن واشنطن وهذه كلها الأوراق مصدقة حتى من السفارة الأردنية كماركت ميكر. الإشي اللي طمننا إحنا إنه نتعامل مع جهات أصولية مش مع جهات ما إلها وجود، إنها جهات موثقة أعطتك كل شيء موثق. عفوا أعطوك كل شيء موثق، كل شيء موثق وكل شيء حسب الأصول، ما كان في أي مشكلة. جميل. يعني إحنا تعاملنا مع ثلاثة ماركت ميكر خلال شغلنا بهالمكتب الصغير اللي فتحناه وما كان في أي مشاكل. هلا محكمة أمن الدولة مع الاحترام يعني لما أثار الموضوع وكأنه يعني كانت كلها مفاجأة، وهي ما كانت مفاجأة، وكانت كل هاي الشركات مرخصة وبتشتغل بالبلد تحت ضوء الشمس يعني مش مخبيين. هلا لما طلع دولة نادر الذهبي بتصريحاته النارية من 5 سنوات ما راعى هاي الموضوع وكأنه هذول لا كلهم نصابين، وشمل ال يعني المنيح واللي مش منيح بأحكام عامة وعلقنا فيها من 5 سنين. هلا محكمة أمن الدولة لما أثارت هذا الموضوع ما تطلعوا إلا على موضوع المحافظ. هلا إحنا لا أخفيك إلنا جزء من أموالنا بمحفظة بس الجزء الأكبر موجود بحسابات تداول علقة على الشاشات كانت من 5 سنين. شو مصيرها ما بنعرف. الشفافية اللي بنحكي فيها محكمة أمن الدولة مع الاحترام ما كان في أي شفافية بتعاطي مع هاي القضية. يعني صرنا نسأل فلان وعلنتان عشان بالله شو في عندك معلومة، بالله شو في عندك معلومة عشان نطمن، ولليوم وبكرة مش فاهمين. ما في كل يوم بحكي لك في توزيع، في المحكمة بدها توزع مبالغ بس مش عماله بصير. فلا في شفافية، وأنا بالنسبة لي مبدأ العدالة بالتعاطي مع هذه القضية يعني ما ساوى بين صاحب الحق وبين يعني إذا ممكن نسميهم النصابين أو ما بعرف. يعني أنا بالنسبة لي كان مكتب أصولي وحطينا دم قلبنا فيه وخسرنا هاي المصاري كلها بين يوم وليلة. شكرا أستاذ سامر حداد، شكرا لك، شكرا لمداخلتك. أستاذ نضال تفضل. رد على الأخ ساهر حداد. سامر حداد. نعم. سامر. هو بقول لك وزارة الصناعة والتجارة عليها ما أخذ. عليها ما أخذ واحد يا سيدي. هو بقول لك إحنا رخصنا. نعم هو رخص استثمارات مالية وليست مزاولة مهنة البورصات. ولكن العتب على وزارة الصناعة والتجارة. من ضمن البنود بقول لك إدارة أموال الغير. يا سيدي. من ضمن كل إشي باستثناء الارتباط بالبورصات العالمية ما فيش عندنا. ولكن هو يستغل، احنا عتبنا على وزارة الصناعة والتجارة انه ما تابعت انه كل واحد شو مرخص شو يشتغل. ممكن يكون ضحية، ممكن ما معرف يعني الأستاذنا العزيز كان يدفع ضريبة للدولة يعني هون السؤال. يعني هو الآن مش معنا على الخط لكن هو وضح على لك تفصيلة قبل ما يشتغل مع الماركت ميكر تأكد من أوراقهم. كل ما حكينا في قضية البورصة الأمور تتشعب، لكن قضية حولت إلى من الحكومة بطريقة غير متقنة إلى النيابة العامة. النيابة العامة خليني أوصف لك إياها مش بوصف قانوني بس بوصف خطابي. أول إشي غاب حكم النصوص وظهر حكم الشخوص. ما في نصوص. إذا سألت ألحفت وإذا سئلت سوفت. محكمة أمن الدولة يعني هيك طبيعها. هاي البنود القانونية اللي تعاملت معانا محكمة أمن الدولة فيها أساءت سمعا فأساءت حكما وأساءت إجابة. هي ما حكمت، هي تدع العين وتطلب الأثر بخبرائها وعارفين هلمتهم كلياتهم في البداية هم ونسوانهم وولادهم وحجزت واوا إلى آخره. مثلها كمثل القصاب لا تهوله كثرة الغنم. نعم هم اشتغلوا هيك، كانوا مش سائلين يا سيدي صفوا وبصل إيش وعلى البوكس وما بوكس كطالب الصيد في عرين الأسد المصاري بتروح عندهم، لكن احنا نفكر حالنا صيادين بنرجع مصارينا راحت. وتذبح الطاووس لجمال ريشه. سيدي مشكلتنا في تحويل من الحكومة إلى نيابة العامة في محكمة أمن الدولة أنا ذاك
كان فيها يشوبها 100 شائبة والنيابة العامة اشتغلت عليها في طريقة يعني جهنمية والله في عكس الاتجاه جرمت من هو بريء وبرأت من هو مجرم وأبصر إيش وجابت الخبير وكانت العصا على سيف المتضررين وإلى آخره وصلت لمرحلة إنه دمرت القضية يا سيد العزيز أنا بس حاب أحكي وافتح لي مجال أرجوك أنت بالكلمة الأخيرة لأنه في سؤال الأستاذ بشير برجع لك الآن خلي هذا في الكلمة الأخيرة الأستاذ بشير النقطة المهمة الآن هذا الأستاذ سامر أو غيره الكثير توثقوا من الأوراق الموجودة مع الماركت ميكرز بشكل كامل أو صناع السوق كما يقولون عندما طلبت النيابة العامة الشهود وغير ذلك هل كان هنالك جزء من أطراف القضية مراقبة الشركات ووزارة الصناعة والتجارة وهل قانونا يجب أن يكونوا جزءا في هذه القضية بحكمهم رخصوا مكاتب يعني تفضل سؤالك على شقين أول شيء في فرق ما بين الترخيص وبين التسجيل جميل التسجيل أنت بتسجل إدارة استثمارات وما بتحددها لكن لما بدك ترخص أنت بدك توظف أموال أو تتوسط بالسوق العالمي هذا له شروط وهذا يختلف عن أنه تأخذ أنت رخصة وممكن تكون عندك معرض سيارات وتفرع منها بورصة بعطيك مثال الشخص اللي كتبت عنه الجرايد قبل كم يوم حكم 18 عام بدون ذكر اسمه نعم. هو اسم شركته التخصصية العالمية نعم. أو الكونية التخصصية هذا شخص كان يتحاكم أمام المحاكم المدنية بتجارة خلويات بعمان أقر أمام المدعي العام بعمان بأنه اشتغل بورصة قال له اشتغل بورصة روح على أمن الدولة أمن الدولة أقر قدامه بأنه لمس 6 مليون حكمه فورا بدون نقاش جميل فلذلك موضوع التسجيل وموضوع الترخيص برضو هذا استخدم بكلمة حق يراد بها باطل كان مصيدة فيران لبعض الفقراء وكان حبل النجاة لبعض المتنفذين مرة بدينك ومرة ببريك يعني نفس الترخيص مرة بيكون الحجة القاطعة من عمر بن الخطاب بأنه أنت عدلا يجب أنك تروع بيتك وأنت بذمتك 20 مليون وبنفس الوقت برجع هذا السجل بصير مسيدة فيران بصيد وبيدك قطع جبن وبخلصها منك فلذلك برضو هذا الكلام يحتاج السؤال يعني السؤال المطروح أنه إذا واحد سجل وأنا ما بقول لك أنه كل العالم المتضررين هم على حق وبدي الآن أيضا يعني في الختام بدي تعطينا هيك كلمة أخيرة أيضا عندك أستاذ بشير بالتعليق على ما ذكرت وكلمة أخيرة توجهها لمتضرري البورصة إلى أين يذهبوا وكلمة لأصحاب القرار يا سيدي تفضل أول شيء بعدها لك من الرجل أول شيء يعني بالسؤال للحكومة إذا كان دول والله ما هي موجودة على الخارطة وبتوه بالعدسة تلاقيها إنها بتستحي إذا عرفت إنه هاي هيك إدارتنا للقضية إحنا أدرنا قضية البورصة إدارة غير صحيحة ودرناها إدارة ارتجالية أدت إلى ضياع حقوق وأدت إلى الوضع اللي إحنا فيه مع الاحتفاظ بكل صاحب حسن نية بذل جهد من نيابة ومن محكمة ومن إدارة ومن قدم شكوى ومن كل واحد هذا واحد اثنين يا أخي ما بسمعوا بهالدول إنه بصير زلزال بصير متضررين وبيوت تهدمت وبحطوا وزير اسمه وزير الظروف الطارئة أكيد وبعطوه صلاحيات وبيحل المشكلة والله العظيم إنها لا تتطلب الأمر أكثر من إنه يحطوا وزير ظروف طارئة وسموه وزير بورصات يا رجل ليش وزير ما احنا مليون نعم. و400 الف مواطن بيطلع لنا خمس وزراء خليه يكمل خمسه بيطلع لنا ليش خمسه يا احنا بدناش وزير بورصات مفوض نعم يتبع اموال مفوض انه يعطي صلاحيات استثنائيه لحل استثنائي لقضيه صار لها 5 سنوات بعض الشركات لحد الان لا يسمع فيها ولا شاهد وبعض الشركات حكمت ونقضت بالتمييز طيب السؤال المطروح على المسؤولين هل انتم بتراهنوا على الزمن انه مع مرور الوقت القضيه بتموت مثل غيرها وبعد 20 سنة بطلع آخر كف طلب أو يعني هل بتعتقد إنه هذا شيء مناسب للشعب الأردني اللي دفع لكم الضريبة واللي خدمكم وحملكم عكتوفه إنك تخلي ظل يروح يرجع على أمن الدولة 20 سنة وانت تعطيه في وراك برا يوقع ومرة يتنازل وآخر شيء ما فيش بجبته مصاري وهل صاحب الشركة وهو تنظيم قاعدة أنت بدك تظل تحبس فيه حتى قيام الساعة مثلا بدون أنت ما يا أخي طبق القانون طبق القانون ونقدم حلول نعم نعم الآن أستاذ نضال العياصرة هو عندما تصبح كل الطرق مغلقة أمام الشخص المظلوم في المحصلة يناشد صاحب
القرار، فإن لم يستطع هنالك من هو أعلى منه، فهنالك مناشدة له. إلى من تناشد وماذا توجه في كلمتك الأخيرة؟ سيد العزيز، بس هيك نقاط على السريع لأنه شكله بجوز الوقت فيه القصيص والمساعدة، بس بأبسط أمور يعني لو اثنين دراك بطلعوا بيحجزوا على محل الذهب اللي قاعد في بيع فيه ومحل صرافة وبوهموا الناس بال 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 بالمصاري نهاية موجودة. أنا اللي بدي أقوله يا سيدي، يعني انت بتقول لمين نوجه؟ في بصير حادث على طريق السعودية، من مواطنينا الأعزاء بيصدر قرار من كبير القوم على انه تطلع طيارة وتجيبهم. نعم. مع العلم انه يعني لو وفروا تعب على كبير القوم انه بطلع بيجيبوهم بي 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 بدون ما بس انا بدي اقول وينك يا كبير القوم، وينك وينك يلي معني بمال غيرك، بورصة واستثمار اقتصاد امن بلاد، وينك؟ ما شكينا لك بالإعلام؟ ما شفتنا على شاشات الإعلام كبير القوم؟ وينك؟ الله أكبر، وينك يا كبير القوم؟ أرجاك بس كلمة منك تنهي معاناتنا وما يعود الناس للحديث سوى عنك، إنك شيخنا دخيل الله يا كبير القوم. وينك؟ وين المؤسسات بالدرجة الأولى؟ المؤسسات يا زلمة، في مؤسسات ظل عندنا مؤسسات، مؤسساتنا كبير القوم يا رجل. انسى هاي المتاهات. فأتمنى من جلالة سيدنا هي مناشدة، مناشدة. نعم، هي صرخة، هي صرخة. وبعدين أنا بدي أقول لك شغلة، جلالة سيدنا لما أصدر العفو والعفو تلو العفو، هاي كانوا يعملوا يا جلالة الملك، كانوا يعملوا دبكة في السجون، يحطوا هتعشبك زرك وأبصر إيش، ومن هاد جوفية كانوا يساووا بناء على العفو. ليش؟ أنهم أكلوا مصار الناس ضمن حماية وضمن يعني لا يمكن جلالة الملك أن يكون قاصد بالعفو إنها أموال الناس تروح. أكيد أكيد نهائيا. وازدواجيات القضاء والمخالصات والنصب والاحتيال، يعني كبير القوم وينك؟ نعم، هي مناشدة لجلالة الملك. بس أنا على الهامش ما معي غير أقل من نصف دقيقة حول العفو العام، هل يشمل أصحاب المكاتب بشكل سريع جدا؟ العفو تطرق إلى إساءة الائتمان مشمولة، والقانون مخالفة البورصات مشمول. نعم. والاحتيال مشمول إذا قرب بإسقاط الحق الشخصي. نعم. يعني الاحتيال مجرم إذا يعني جاء بإسقاط حق شخصي، ما بيشملوا ابتداء ما بيشملوا، أما إذا حصل إسقاط حق شخصي جزيلا لك. إذا والعفو لا يطال الحقوق. نعم. يطال حق الدولة، العفو يطال حق الدولة ولا يطال حقوق المواطنين دائما. ممتاز جدا. إذا شكرا لك، شكرا للأستاذ نضال عياصرة رئيس لجنة متضرري البورصة، الأستاذ بشير العقيلي رئيس أو وكيل مجموعة من شركات توظيف الأموال الكبرى، شكرا لوجودكم معنا هذا المساء. أعزائي المشاهدين، يعني الأستاذ نضال وجه مناشدة هنا لجلالة الملك، أيضا المسؤولين يعني حتى ما نثقلها كثيرا على جلالة الملك، الأصل المسؤولين يعني يتحملوا مسؤولياتهم ويكونوا مبادرين لحل مشاكل المواطنين ويخففوا من ضغوطهم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية اللي نمر فيها الآن. شكرا لمتابعتكم أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يمنع الحج قبل ما تنحج.